في هذه الهاونة يعطي الحكم خليل الجري بداية المباراة. إلى بيدرو سا اللاعب البرتغالي طول الكرة في الاستقبال، لكن الحكم يقول فما لمسة يد من أمان الله الحبوبي من هشام بكار، عفوا لمسة يد كانت على هشام بكار، على بكار يلعب الكرة رتيمة طويلة ممتازة، وهذه كرة براس حلوة كانت العملية الأخيرة دي. وضاح شو يعمل وضاح، يحاول المرور وضاح على الجهة اليمين المتابعة، لكن مازالت الكرة في حوزته. وضاح يس الكرة وكرة جانبية، كرة جانبية زم 3-1، هدف الوحيد كان سجله أمير العمراني. تمشي الكرة لكن التسلل والراية، الراية يرفعها المساعد الحكم الثاني سيف الغانمي على وضاح الزيدي الممتاز. العملية إلى التربالي كرة إلى وضاح الزيدي وممتاز، ضربة جزاء للساسس والإنذار والكرت الأصفر، ضربة جزاء، شوفوا الكرة ضربة جزاء، راهي الكرة التربالي يعطي الكرة في طبق لوضاح، والتكلين كان والمخالفة والعرقلة كانت موجودة على وضاح الزيدي، إشارة التنفيذ. روبن يتقدم، جول الساسس واحد بلاش روبن في 13 دقيقة لعب، تتغير النتيجة. راهي الإعادة من جهة أخرى، الكرة في الشباك، جماهير غفيرة، الجماهير تتفاعل مع الهدف، هدف روبن. وضح سريع ممتاز هذا اللاعب، تمشي كرة ممتازة ولكن ما يخلطش عليها، رايت تسلل على الحبوبي، كرة ممتازة لوضح الزيدي، وضح يا وضح، كانت كل الوضوح يا وضح، واضحة كانت العملية. الإعادة خليكم معنا، كرة كانت لوضح الزيدي، الكرة جانبية، شوفوا في الحكم ويعطي الإشارة التنفيذ، كرة طويلة في 18 بدون عنوان، تخرج 6 أمتار. مساندة مع الدربيلي على اليمين، الدربيلي كرة قصيرة ممتازة، والكرة والضربة الجزاء، ضربة جزاء يتحصل، ضربة جزاء الثانية، ضربة أمان الله الحبوبي والورقة الحمراء، والورقة الصفراء الثانية والورقة الحمراء، والإقصاء في الدقيقة 31. العيوني يتقدم، العيوني ويتصدم، ما زالت هذه فرصة، والهدف الثاني، الهدف الثاني، جول، تتغير النتيجة، اللي يسجلها ويمشي بنجاح، والهدف الثاني، هدفين مقابل صفر. وضح الزيدي، وضح الزيدي يوزع، والكرة لكن ترجع من الفريوي، صفقسي طويلة والتدخل، ترجع من دفاع، وفي هذه الهاونة يعلن الحكم خليل الجري على نهاية الفترة الأولى بتقدم فريق النادي الرياضي صفاقسي 2-0. يعلن الحكم على انطلاق الفترة الثانية، ينطلق بشا، يوسف بشا، التوزيع والكورة ممتاز، كورة ممتازة كانت من روبن هيباي، إعادة تجي قدام روبن، كورة كانت تقريبا لأخشاب حارس مرمى، جهة اليمين إلى يوسف بشا، يوسف بشا يطلب في الكورة، أمان الله الحبوبي، وكان متسلل، كان متسلل أمان الله الحبوبي مع كورة يوسف بشا الأخيرة. كريستو يلعب الكورة، وين موجود يوسف بشا؟ بشا والكورة إلى الركنية. قوافل كريستو، التنفيذ والتصدي كانت ممتازة، وهذه كرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث، جول بركات الحميدي، لكن الحكم يقول لا، فما راية على بركات الحميدي، يرجع في قراره بعد التوزيع هذه الكرة، لكن على ما يبدو كانت مطالبة بلمس معناتها من هيثم العيوني. بركات الحميدي الكره في القائم الاول، ترجع من الدفاع، ممتازه الكره، لكن فما موجود علي الفريوي، كانت طويله الكره، كريستو باليسار في الكره سهله، لكن غلطت بها الحارس المرمى، غلطتني كذلك،
بها الى هيثم العيوني، طول الكره ممتازه كما جات الكره والتوزيع حاج حسن ياخذها كما خلطت عليها كما جات. وفي هذه الاونه يعلن الحكم خليل الجري على نهايه المباراه بانتصار فريق النادي الرياضي الصفاقسي على القوافل الرياضيه بقفصه هدفين مقابل صفر.